مرحبا بكم في بليزير كويزين، مرحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة. نتمنى ان شاء الله يلقاكم في صحة جيدة. بالنسبة للفيديو اللي فات كنا وجدنا بسطيلة ديال الحوت او بفواكه البحر بطريقة زوينة وسهلة وبسيطة. غنخلي لكم اللين ديالها في صندوق الوصف باش تشوفوه. بالنسبة للفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عبارة عن تاغلياتيل، طريقة اللي سهلة وبسيطة ودغيا كيوجد. ممكن انا درتها هنا بفواكه البحر، ممكن ديروها باي حاجة. كنديرها حتى بالدجاج، كنديرها بصدر دجاج او صدر ديال بيبي، وكنديرها حتى بدان فومي او لا شاركوتري او الديك المدخن. ندوزو دابا للمقادير. فغادي نحتاجو تاغلياتيل، غادي نحتاجو شوية ديال الكالامار، غنحتاجو شوية الكروفيت غادي نخليوه للتزيين، والكروفيت اللي غادي نستعملوه. وغادي نحتاجو بصلة، فأنا هنا اختاريت بصلة متوسطة ولكن غادي نستعمل غير النص ديالها بركة. وغادي نحتاج مليحة وليبزار. أول حاجة غادي ناخدو تاغلياتيل أو لا أي عجائن بغينا، نديروهم في كوكوط، غادي نزيدو عليهم الماء طايب، وغادي نزيدو لهم شوية ديال المليحة وشوية ديال الزويتة، ونديروهم يطيبوا عادي لمدة 10 دقائق هكاك، ونهزو نشوفو واش طابت ولا باقي خاصة شوية، وردو لها البال باش ما تفوتش في الطياب. عادي بحال اي بات، هي فقط كتشد شوية ديال الوقت على لي بات العاديين لانها شوية طويلة وغليظة. ودابا غادي ندوزو نقطعو البصلة ديالنا. غادي نقطعوها اقل ما يمكن ان يكون، تكون صغيره بزاف بزاف ورقيقه على حسب الجهد اللي قديتو عليه، لو ماكسيموم بوسيبل تقطعو عليه البصله باش تكون رقيقه باش ما خصهاش تبان. يعني فاش نكونو كناكلو مثلا التاغلياتيل ديالنا ما تبناش البصله هكا طويله ولا شي حاجه، تكون صغيره بزاف بزاف بزاف، مع غادي تزيد ترخى وغادي تطيب ما تبقاش تبان كاع، ما نحسوش بها. يعني طلق لينا البنه ديالها ولكن ما نشوفوهاش. من بعد غادي ندوزو نقيو الكروفيت. فممكن نديرو بحال اللي درنا في البسطيله، ناخذو القشور ديال الكروفيت ونكبو عليهم ما سخون ونخليهم يتغلاو واحد شويه ونطيبو بهم الطاغلياتيل. فانا هنايا ما كانش معاوني الوقت، كنت دغيا مزروبه، دونك من الاحسن باش داك القشور ديال الكروفيت كيعطي واحد المنه رائعه بزاف بزاف بزاف. يعني الا طيبنا بهم الطاغلياتيل ديالنا كتجي بنينه بزاف. دونك كنصحكم ديروا هذه القضيه، واخا ما درتهاش انا ولكن ماشي مشكل. صافي غادي نكمل بحال هكا، غادي نقطع نقشر عفوا الكروفيت ديالي. غادي ناخدو الشامبينيون او الفطر، الا كان طري كيما قلت لكم يكون احسن، فانا كان عندي غير معلب وخدمت به ماشي مشكل. حتى غادي نحاول نقطعو القطع اللي شويه صغيره ما يكونش باين، لان كون كان طري كان غيكون احسن وغنخليه باين. اما هكا باش تدخلو شويه البنه ويدخلو الطياب ما يجيش باسل. فاول حاجه من بعد غادي ناخد مقيله، غادي ندير فيها زبيده، وغادي نسوطي فيها الكروفات. غادي نخلي العافيه عليها مجهده باش ما يطلقليش الماء، فكما شفتوا ما طلقليش الماء وطاب وتحمر، يعني جا محمر دوغي هكا ديبي. نفس الشيء غادي ندير بالنسبه للكالامار، حتى هو غادي ندير له نفس الحاجه. من بعد غادي نزيدو على الكروفيت غير بزبيده، ما كندير لهم حتى شي حاجه، زبيده فقط. من بعد غادي ناخد زويته او زيت زيتون او زيت العاديه، شويه ديال الزبده طبعا لان الزبده كتعطي البنه زوينه. وغادي نديرو البصله ديالنا اللي قطعناها قطع صغيره كما كتشوفوا. صافي حتى هي صوتيناها، زدنا عليها الشامبينيون اولا الفطر. غادي نبقاو نقلبوهم بحال هكا تتبنان. صافي من بعد غادي نزيدو الابزار، مليحه
ممكن تنسمو باش ما بغيتو، فانا كتجيني بنينه غير هكا مليحه والابزار فقط، وداكشي كيطلبنا مع بعضياتو كتجي كافيه. وغادي نديرو كريمه الطبخ او لا كريم فريش ديال الطبخ، ماشي ديال الحلويات اكيد، معلومه بليده جدا، ماشي مشكل. غادي ندير القدر اللي بغينا، فانا كتعجبني تكون هكا فيها لا كريم فريش بزاف. وغادي نديروها فوق نار مهيله وغنخليوها تشحر هكا، تتبدا دير فقاعات هكا يكونوا تقالين كما كتشوفوا، كتبدا كما كنقولوا بالمغربي كتبقى تبقبق. صافي ملي غادي تبدا تبقبق صافي غنعرفوها انها وجدت، ما نعطلوهاش لان مازال غادي نديروها فوق البوطه تاني كما غادي تشوفوا. صافي غادي نخويها على الطاكلياتيل ديالي، صافي من بعد ما خويت لا كريم فريش على الطاكلياتيل غادي نحاول نخلطها غير بشويه باش لي بات يتلبسوا كاملين بلا كريم. من بعد غادي نزيد شويه ديال لا كريم كما قلت لكم، انا عزيز عليا تكون هكا فيها لا كريم، كتحس بلا كريم زايده، خصوصا هذه صراحه زوينه بزاف بزاف بنينه، كتعطي واحد البنه زوينه بزاف. وغادي نزيد عليها فواكه ديال البحر، اولا كما قلت لكم ممكن ديروا صدر ديال الدجاج اولا صدر دبيبي، حتى هي كتجي بنينه بنفس الطريقه نفس المكونات، كنبدلوا غير اللحوم. ممكن ديروها بدان فومي اولا ديك المدخن، شرائح ديك المدخن حتى هو كتجي زوينه بزاف بزاف حتى هي. ممكن تستعملوا اي حاجه ولكن الطريقه خليوها هي بصيله بداكشي ديالها كامل، وغير مليحه ولي بزاف راه كتجي بنينه، كنصحكم انكم تجربوها. من بعد غادي ناخذ زبيده، غادي ندير شويه ديال الزبده مع الكروفيت اللي خليتو للتزيين، وغادي نزيد له شويه ديال الربيع، وفي نفس الوقت الطاكلياتيل حتى هي غادي نزيد لها شويه ديال الربيع، غير شويه ماشي بزاف. فين بعد كنديروها في الطبق اللي غادي نقدموها فيه. غادي ناخذ داك لي كروفيت اللي خليت للتزيين، غادي نحطهم بحال هكا بالشكل اللي بغيتو، ممكن تزيدوا الفرماج محكوك الى عندكم، ممكن تزيدوا اي حاجه، سيبولات هكا تقطع رقيقه وتجي مفرقه من الفوق، ممكن تزينوا باي حاجه، لان شوف الطبيعه ديالنا كتقول انا العين كتاكل قبل الفم. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطاكلياتيل ديالنا اولا ديال الفيديو ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وكنصحكم انكم تجربوه، راه فعلا ما غاديش تندموا عليه، كيجي زوين بزاف بزاف وسهل التحضير، يعني ما كيشدش الوقت بزاف وبنين، كيعجب كلشي. كنصحكم انكم تجربوه وبصحه وراحه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وجاكم خفيف ظريف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله. وشكرا، وما تنساوش ديروا لايك.